السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بأستاذنا الفاضل الدكتور أحمد بدوي، دكتوراه في فلسفة التعليم معهد جامعة السويس، تخصص تبريد وتكييف الهواء، وإن شاء الله محاضرة قوية جدا في مبادئ التبريد إن شاء الله. اتفضل يا دكتور، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الناس كلها تمام كده؟ نبتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بحب أرحب أسرة واحدة كلها تجمعنا، أسرة تبريد وتكييف الهواء، سواء الموجودين معنا في مصر أو الموجودين في جميع أنحاء الدول العربية. في البداية أنا بتشرف بوجودي معكم، سعيد جدا لانضمام أصدقاء جدد لينا. أصدقاء جدد بعتولي رسائل استفسار عن الكورس، وكنت سعيد جدا لما اتكلمت معاهم وعرفت إن هم من دول كتير غير مصر، عندي العراق، فلسطين، والنهارده كان السعودية. متشكرين جدا، وإن شاء الله منورين في بيتكم تاني مصر. أتشرف بوجود أساتذة كبار، دكاترة، مهندسين وفنيين على أعلى مستوى موجودين معانا في الجروب. أتشرف بإخواتي الصغيرين الطلبة وحديث التخرج لحرصهم على الاستفادة والحصول على الكثير من المادة العلمية. طبعا في البداية كلنا بنعلم بالتطور العلمي والتكنولوجي اللي احنا بنعيشه دلوقتي في مجال التبريد والتكييف. يعني ان شاء الله الواحد بيحلم حلم بسيط، يكون في بلادنا العربية نقدر نعمل مواكبة للتطور العلمي، وليس بالقراية فقط بل بمنافسة عملية بالفعل مع سباق التطور التكنولوجي الموجود في العالم كله. طبعا احنا عارفين ان احنا خارج السباق دوت لأسباب كتير، منهم طبعا قلة الدعم للبحث العلمي. للأسف عندنا في دول منافسة لينا زي إسرائيل بتبقى موجودة في المركز الأول في البحث العلمي. طبعا بيبقى لها أسباب، الناس دي بتصرف على البحث العلمي. لو عند إسرائيل بتصرف 4.7 من الدخل بتاعها، اللي هو الدخل يعتبر كبير، بتصرف على البحث العلمي. احنا في الدول العربية كلنا ما نقدرش نصرف اللي هي بتصرفه في البحث، وده طبعا بيقلل من قوتنا في مجال البحث العلمي. طبعا ربنا يسهل ويكون لينا تصرف في الموضوع دوت، ويبقى ليها حلول. نفسنا نطور في تعليمنا، نفسنا نطور في اختراعاتنا، نفسنا نطور في نفسنا. فربنا يعني اقول ان شاء الله في دول موجوده عرفت تطور نفسها، عندنا اندونيسيا وعندنا اليابان. معلش انا اسف اتطرقت الموضوع ده، بس احنا بنحلم ان احنا نقدر نطور تعليمنا. في دوله زي اليابان يعني مثلا بعد الحرب العالميه الثانيه اصبحت دوله مهزومه فقيره، وصنفت من دول العالم الثالث، وللأسف يعني بعد فترة صغيرة جدا قدرت تطور نفسها طبعا بأفكار خارج الصندوق. يعني دولة زي ديت قدرت تسفر معلمين ليها في دول متقدمة علميا، قدروا يستفادوا من الموضوع وقدروا يستفادوا ويجيبوا مادة علمية ويطوروا نفسهم. وشوفوا الدول التانية دي طورت نفسها ازاي، وبدأوا هم يطوروا نفسهم. يعني الناس دي مش بدأت من الصفر، الناس دي بدأت من بعد ما انتهى الآخرين. ودي طبعا دي التفكير الصح. ونقدر نقول لك نخلي بالنا لو احنا بنتكلم على تبريد وتكييف، تبريد وتكييف موجود من زمان ولكن حصل له تطور كتير. يعني لو نيجي نبتدي نقول القدماء المصريين اول من استخدموا عمليه التبريد والتكييف، يعني نقدر نقول يعني الناس دي كانت عندها ثلاجه ولا كان عندهم كهرباء؟ لا، ما فيش اي حاجه خالص، ولكن الناس دي استفادت من عمليه او ظاهره التبخير. يعني ازاي؟ يعني كان الناس دي كانت بتشرب ميه ساقعه، ازاي بيشربوا ميه ساقعه في ظل ما فيش كهرباء ولا في اي حاجه؟ الناس دي كانت بتستخدم حاجه كويسه جدا وهي التبخير. زي ايه؟ كانوا جايين مثلا يجيبوا الاواني الفخاريه اللي احنا بنقول عليها زي القله او الزير والكلام ده، يحطوه مثلا بالليل لحد الصبح في الهواء، يجوا الصبح يشربوا ميه ساقعه. ايه اللي حصل الميه البارده؟ ايه اللي حصل الميه دي خلتها بارده؟ الموضوع بسيط جدا، عمليه التبخير. طب الكلام ده حصل ازاي؟ الموضوع بسيط، لان بيحصل التبخير الاواني الفخاريه في تسرب للميه من بره من جوه لبره على السطح، فبيحصل تبخير ليها، فبالتالي بيحصل تبريد للسطح الخارجي، فبيحصل انتقال حراره من السطح الخارجي للسطح الداخلي، وبالتالي اقدر ابرد بيه الميه. موضوع بسيط جدا وبيعتمد بيه حتى الان عمليه التبخير اللي احنا هندرسها مع بعض النهارده، ونشوف الموضوع دوت بيحصل ازاي. عندنا بعد كده ودول تانية زي الرومان واليونان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجيبوا التلج الطبيعي من الجبال وبيخزنوه في مخازن عندهم، او بيخزنوه تحت الارض وبيستخدموه في ايه؟ كان عندهم براميل مثلا زي النبيذ، يبقى يعملوا عليها عملية تبريد وبالتالي يشربوه بارد. يعني موضوع بسيط جدا،
ولكن كان بيستفادوا منه. في عندي مثال، كان في 1626 كان راجل انجليزي اسمه فرانسيس باكون. الراجل ده ذبح دجاجة، معلش هو مثال بسيط جدا، عمل ايه؟ ذبح دجاجة وشال احشائها وحط مكانها ثلج طبيعي. ثلج طبيعي، هو عايز يعرف الثلج ده هيعمل فيها ايه. ولكن للاسف حصل مشكلة ان الراجل ده ما عرفش تجربته، الراجل ده توفى. بس بعد كده احنا عرفنا ان الثلج دوت بيحافظ عليها طازجة لفترة طويلة. يعني كده ما معناه ان احنا بنتكلم على أهمية التبريد. التبريد مهم جدا. طب مهم ليه؟ طب ايه اللي بيخلي الحاجة بتدنها محفوظة لفترة طويلة؟ الموضوع بسيط جدا، ان عندي البكتيريا موجودة بشكل طبيعي في كل مكان حوالينا، موجودة في التربة، موجودة في الهواء، موجودة في المية، موجودة حتى في الأكل اللي احنا بناكله. بس بتتوفر عوامل مساعدة بتنمو فيها، الغذاء، الرطوبة، ودرجة الحرارة المناسبة. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل اللي عليها تنمو، بتنمو وتتكاثر بشكل سريع جدا. طب ايه درجة الحرارة اللي بتنمو فيها البكتيريا؟ درجة الحرارة من 10 ل 60 درجة مئوية، دي درجة الحرارة اللي بتنمو فيها البكتيريا. والموضوع ده بيبقى مشكلة كبيرة، لان بيديني ضرر بالغذاء اللي احنا بناكله ده. طبعا عشان اقدر اتغلب على المشكلة ديت، لن احفظ الحاجة في درجة حرارة اقل من 5 درجة مئوية عشان اقدر امنع نمو للبكتيريا. في عندي في سنة 1798 كان في اكتشف عالم انجليزي تقريبا، لقى حيوان. الحيوان ده كان منقرض بس لقيه بعد آلاف السنين. الكلام ده كان موجود في الاسكيمو، في درجة الحرارة المنخفضة في الجليد. وبالتالي قدرنا نعرف ان الجليد او درجة الحرارة المنخفضة بتقدر تحفظ الطعام واللحوم لفترة طويلة. عندي في سنة 1885 عندي ألمانيا نجحت اللي هي تقدر تصنع آلة صناعية بتصنع التلج بطريقة الامتصاص. ولكن في الوقت ده كان الناس بتخاف من موضوع التلج الصناعي. كان التلج الطبيعي موجود، بس كانت بتخاف من التلج الصناعي، مثلا كان بيفتكروه اللي هو غير صحي او يعمل له اضرار. بس حصلت مشكلتين في الوقت ده بدأوا من خلاله يستخدموا التلج الصناعي. حصل حرب في امريكا، وحصل مشاكل في نقل التلج الصناعي، وبالتالي بدأ يستخدموا التلج الطبيعي. طبعا عندي برضو حادثة تانية حصلت عام 1890. كان عندهم فصل الشتاء في الوقت ده، كان درجة الحرارة فيه مش منخفضة للدرجة إياها، وبالتالي حصل عندهم تلف للأغذية، وبالتالي حصل عندهم ضرر بالأكل اللي هم كلوه ده. فدي كانت مشكلة، وبالتالي الدكاترة أنصحوهم كلهم بالتلج الصناعي وتبريد المنتجات، وبدأ بعد كده استخدام التلج كأمر طبيعي. في القرن العشرين طبعا بقى توفرت الكهرباء، بدأ حصل أبديت لموضوع التبريد والتكييف بالوضع اللي احنا شايفينه، وبدأت التلاجة دي موجودة في كل بيت. وفي القريب العاجل طبعا أكيد مش هيخلو أي بيت من جهاز تكييف. ده بالنسبة لموضوع التبريد، هي كانت مقدمة كده نقدر نتكلم عليها. احنا الوضع بتاعنا مش اللي احنا الهدف اللي احنا نتكلم، احنا كلنا طبعا الحمد لله فاهمين تبريد وتكييف، بس احنا بندي فكرة عامة عن الموضوع قبل ما نبدأ نشتغل. ان شاء الله هنشتغل مع بعض اساسيات تبريد وتكييف، هنشتغل على خريطة البي اتش، هنشتغل ونعرف نظم التكييف المختلفة، هنشتغل على الخريطة السيكرومترية، هنشتغل على الشيلر سيستم، وطبعا ناس كتير بتتكلم عن الموضوع دوت، وهندرس الثلاث دوائر اللي موجوده فيه، دائره الفريون، دائره الميه، ودائره الهواء. هنشتغل على مضخات الميه ونعرف انواعها، ونعرف ايه الاجزاء الاضافيه اللي بيتم تركيبها في دوائر الفريون ودائره الميه ودائره الهواء. وهندرس مع بعض اخيرا الكنترول. في البدايه النهارده هنشتغل مع بعض ان شاء الله أساسيات تبريد وتكييف الهواء. أنا آسف لكم أنا طولت الموضوع المقدمة، بس كنت حابب إن إحنا ندي فكرة كده عامة، ونبتدي بقى نسخن لموضوع الشغل بتاعنا. في أساسيات التبريد والتكييف هنشتغل مع بعض النهاردة، ونعرف مبادئ التبريد ويعني إيه تبريد،
هنتعرف على تطبيقات التبريد، هنشتغل طبعا التبريد بيعتمد اعتماد اساسي على الحراره وانتقال الحراره. ده زي ما قلت كده في البدايه في المقدمه اللي احنا كنا بنشتغل عليها، قلنا مثلا الاناء او الفخار او القله او الزير او اللي احنا كنا بنتكلم عليه، كان بيحصل انتقال حراره من السطح الخارجي للسطح الداخلي، وبيحصل من السطح الداخلي للميه. ده انتقال حراره. ده انتقال حراره. يبقى المفروض انا كراجل فني تبريد وتكييف او مهندس تبريد وتكييف ابقى فاهم موضوع الحراره ده. وهندرس طرق انتقال الحراره بطريقه سريعه. في عندي حاجه اسمها الحراره المحسوسه، وفي عندي حراره كامنه، وايه الفرق بين الاثنين؟ عندي التبخير ونظريه التبريد. التبخير هو اساس موضوع التبريد واللي اتبنى عليه نظريه التبريد. هعرف يعني ايه تكثيف وبيحصل ازاي عمليه تكثيف. ايه الفرق بين الغليان؟ وايه الفرق بين التبخير والغليان؟ هعرف النهارده مكونات دائره التبريد. طبعا كلنا عارفين الكلام دوت، وهندرس وظيفه كل جزء وازاي دائره التبريد البسيطه دي بتشتغل. اساسيات، يعني احنا لو بنتكلم النهارده بنتكلم في اساسيات، حاجات بسيطه. هدرس التحميص اللي هو السوبر هيت، السب كولينج، وهاخد تشخيص لاهم مشاكل وحدد التبريد والتكييف. طبعا السوبر هيت والسب كولينج موضوع مهم جدا، ومن خلاله بقدر احدد مشاكل موجوده في الدايره حاليا. واخد بعض التعريف الهامه اللي موجوده. في البدايه نتعرف مع بعض على التبريد. يعني ايه تبريد؟ تبريد ما معناه سحب او ازاله حراره من حيز، او ممكن اقول هي عمليه تختص بخفض درجه حراره حيز او ماده الى درجه حراره اقل من الجو المحيط. يعني مثلا انا عندي درجه الحراره مثلا عندي 40، انا هنزلها اخليها 25 واحافظ على الدرجه دي، ده اسمه تبريد. انا ببرد وبحافظ على الدرجه دي. طيب تطبيقات التبريد، هون هل بقصد بالتبريد اللي انا مثلا عندي، انا قاعد في البيت في جهاز تكييف، او بتكلم على ثلاجه موجوده بحفظ فيها اطعمه، بحفظ فيها ميه، هل الموضوع واقف على كده بس؟ لا طبعا، التبريد ده موجود في حاجات كتير جدا ما نقدرش نستغنى عنها. التبريد المنزلي زي ما احنا عارفين، ثلاجه والديب فريزر او الجهاز التكييف ده اساسي. التبريد موجود حتى في التجاره، يعني اللي بيجي راح يفتح مطعم او فندق والكلام ده معتمد اعتماد اساسي على التبريد والتكييف. ازاي؟ مطعم ما يخلاش من ثلاجات، مخازن عشان يحفظ فيها المواد الغذائيه، عنده نقل المواد الغذائيه بينقلها من مكان لمكان، لازم يكون العربيه دي مجهزه ومبرده. المحلات التجاريه، كل المحلات لازم تحتوي على ثلاجات. ثالث حاجه التبريد الصناعي. حتى الصناعه او بعض الصناعات او بعض المصانع بتعتمد على عمليه التبريد. مصانع الثلج، مصانع الحليب، مصانع الايس كريم. دي حاجات اساسيات بتعتمد عليها التبريد والتكييف. التبريد في وسائل النقل، التبريد انا مش اقصد اللي هو في العربيات اللي تبقى مكيف، لا ده في حاجات مهمه جدا. السفن المواد الغذائيه اللي بتنقلها من دوله لدوله. اللي راح يصطاد مثلا قاعد اسبوع ولا شهر او اسبوعين مثلا، راح يجيب مثلا بيصطاد سمك. السمك ده ما هيبوظ، لازم يبقى في ثلاجات يحفظ فيها الحاجات دي. شاحنات نقل اللحوم والمواد الغذائيه، التكييف المواصلات زي ما قلنا. حتى في مجال الطب، حتى في مجال الطب، بنك الدم اللي بيتبرع بالدم، هل بياخد الدم ويسيبه كده؟ ما هيعفن وهيبوظ. بنك الدم معتمد على عمليه التبريد واقدر احافظ عليه. حفظ الاعضاء البشريه، ده اللي بياخد مثلا كليه من حد وبيروح ينقلها ويحط، لازم يحطها في ثلج او يحفظها في درجه حراره منخفضه عشان اقدر احافظ عليها. التبريد مهم جدا. غرفه العمليات والعنايه المركزه. نيجي بقى نتكلم في موضوع مهم جدا وهي الحراره، والموضوع ده طبعا بياخد وقت كبير وعليه كتب في الموضوع ده، طرق انتقال الحراره. موضوع مهم جدا، لان انا لو عايز اعمل اطور المنظومه بتاعتي او السيستم بتاعي بطوره بانتقال الحراره بالهيت ترانسفير. طول ما انا بزود انتقال حراره طول ما بقى تبريد افضل. هو ده الابديت اللي بيتعمل والتجارب والابحاث اللي بتتعمل على تبريد التكييف، ازاي ازود الانتقال الحراره. نيجي ناخد مع بعض في البدايه لما اجي اعرف الحراره، هي طبعا احدى صور الطاقه.
وهي دائما في حالة حركة. بيعتمد انتقال الحرارة بين جسم بين جسمين على فرق درجات الحرارة، فكلما زاد الفرق كلما زاد معدل انتقال الحرارة. لما بيزيد فرق درجة الحرارة بين الجسمين طبعا ده بيدي لي انتقال حرارة ايه اعلى. حتى القانون الثاني بالديناميكا الحرارية بيقول لي تنتقل الحرارة دائما من الوسط الساخن للوسط البارد. طبعا دي عملية كلنا عايشينها وكلنا عارفينها، من الوسط الساخن للوسط. يعني انا مثلا لو عندي مثلا كوباية مية سخنة، كوباية مية سخنة، رجعت امسك الكوباية من بره بيتنقل الحرارة من المية لإيدي، تنتقل من الوضع من المكان درجة حرارة عالية لمكان درجة حرارة منخفضة. طبعا في انتقال حرارة بالحمل وانتقال حرارة بالتوصيل بيحصل في الموضوع ده، يعني في الكوباية دي انتقال حرارة حمل وتوصيل. هنعرف يعني ايه بقى انتقال حرارة بالحمل وانتقال حرارة بالتوصيل دلوقتي. لما نيجي في البداية كيف تنتقل الحرارة، عندي انتقال الحرارة بيتم بثلاث طرق: هيت ترانسفير باي كونفكشن، انتقال الحرارة بالحمل، في هيت ترانسفير باي كوندكشن، انتقال الحرارة بالتوصيل، واخر حاجة هيت ترانسفير باي راديشن، او انتقال الحرارة بالاشعاع. انا عندي مثال موجود قدامي. المثال ده بيحصل فيه الثلاثة انتقال حرارة: الإشعاع والحمل والتوصيل. أنا عندي مثلا نار وهنا إناء، الإناء ده فيه مية. انتقال الحرارة من النار للإناء ده انتقال حرارة بالإشعاع. خلاص أنا وصل للنار أو درجة الحرارة وصلت للإناء. من سطح الإناء الخارجي لسطح الإناء الداخلي ده انتقال الحرارة بالتوصيل. ومن الإناء لليد دي من سطح لسطح ده بالتوصيل. هناخد الكلام ده بالتفصيل دلوقتي. وانتقال الحرارة من السطح الداخلي للمية ده انتقال حرارة بالحمل. ده معنى ايه؟ ان الإشعاع، ان النار ديت احدى صور انتقال حرارة بالإشعاع. تنتقل الحرارة بالنار ده انتقال حرارة بالإشعاع للسطح ده. من السطح الخارجي للسطح الداخلي ده جسم صلب، انتقال حرارة بالتوصيل. ومن جسم صلب لجسم صلب ده بالتوصيل. اما من الجسم اللي جوه والميه بين سطح ومائع ده انتقال الحراره بالحمل. دي ثلاث صور انتقال الحراره في المثال اللي قدامي ده. طيب نيجي ناخد اول حاجه هيت ترانسفير باي كونفكشن. خلي بالك انا بقول انتقال حراره بالحمل وليس بالحمل، لان في ناس كتير بتغلط يقول لك انتقال حراره بالحمل. بالحمل ده اللي هو اللود. انا اقصد هنا بالحمل، بالحمل من مكان لمكان. هيت ترانسفير باي كونفكشن، انتقال حراره بالحمل. انتقال الحرارة بالحمل هو عبارة عن تبادل حرارة بين سطح صلب أو سطح ومائع. المائع ده ممكن يبقى سائل ليكويد أو فيبر أو غاز. طب أنا لو عايز مثال على انتقال حرارة بالحمل، عندي لو عندي سطح مبنى عند أو عندي أوضة وأحد جدرانها، انتقال حرارة منها للهواء اللي جوه ده انتقال حرارة بالحمل. وبين مثلا الحيطه ديت والسطح الخارجي، السطح الحيطه الخارجي والهواء ده برضه انتقال حراره بالحمل. اما بين السطح الداخلي والخارجي ده انتقال حراره بالتوصيل. طب انا عايز مثال على انتقال حراره بالحمل. هل انتقال الحمل هو مثال واحد؟ لا، ده انا عندي نوعين من انتقال حراره بالحمل، في فورس كونفكشن وفي النشر كونفكشن. انتقال حراره بالحمل الطبيعي وفي بالحمل الجبري فورس كونفكشن. طب اديني مثال عليه. انا عندي مثلا مثال بيضه ساخنه حطيتها في الجو الطبيعي، بيحصل انتقال حراره بالحمل. انتقال حراره بالحمل ازاي؟ من سطح البيضه للهواء المحيط بيها، فيسخن الهواء، فيسخن الهواء. طبعا الهواء السخن طبعا بنظريه الكثافه الهواء السخن هيطلع لفوق وينزل بدله هواء بارد، هينزل هيلامس السطح هيبرد وهكذا ويطلع. يبقى انا كده بعد فتره هلاقي اللي ايه البيضه ديت بردت، وده اللي بيحصل. في حاجه اسمها بقى فورس الكونفكشن، اللي انا بحط فانه قدام البيضه ديت، بحط فانه وبالتالي بدفع عليها الهواء وبالتالي بيحصل انتقال حراره اعلى وبيبقى اسرع، ولا دي بردت قبل دي. ده مثال بسيط لانتقال الحراره بالحمل. طبعا الكلام ده بيحصل حتى لو سطح عند سطح ساخن. لو انا سبته للهواء كده، سبته للهواء بعد فتره هيبرد، بس بعد فتره ممكن تبقى طويله شويه. هيحصل تبادل حراري بين السطح ده والهواء المحيط بيه. هيحصل ايه؟
الهواء دوت هيسخن، هيطلع لفوق، هينزل تاني وهواء بارد، هيسخن، هيطلع لفوق، وهكذا بيتم الايه؟ الدوره. اما لو عايز اعمل انتقال حراره اسرع بيبقى عن طريق فانه، وبدفع الهواء على السطح ده، وبالتالي بيتم انتقال حراره اسرع للموضوع. زي ما قلنا انتقال الحراره بالحمل الطبيعي نتيجه تغير كثافه المياه. المياه كثافته بتتغير فبيتحرك المياه. تنتقل الحراره بالحمل الطبيعي ان تكون درجه عندما تكون حركه المائع ناتجه من تيارات الحمل اللي بتنشا من تغير كثافه المائع. وقلنا مثال ليها، قلنا سطح ساخن. طب ايه القانون اللي انا بستخدمه؟ انا عندي بقى هنا الفورسد والناشونال اللي هو الطبيعي. ايه القانون اللي انا بستخدمه عشان احسب معدل انتقال الحراره؟ القانون اللي انا بستخدمه اللي هو كيو بيساوي اتش في الايه؟ فرق درجات الحراره. الكيو اللي هو معدل انتقال الحراره اللي هو بالوات، الاتش اللي هو معامل انتقال الحراره بالحمل، الاي اللي هي مساحه السطح المعرضه لانتقال الحراره، تي فرق درجات الحراره بين السطح وبين الهواء المحيط بالسطح. طبعا لسه قايلين عارفين القانون. نيجي بقى لانتقال الحراره بالتوصيل. انتقال الحراره بالتوصيل بيحصل بين سطح ومائع، بين السطح والمائع. طبعا القانون المستخدم اللي هو كيو بيساوي الكي في الاي دلتا تي على دلتا اكس. انا عندي هنا الدلتا تي اللي هي فرق درجات الحراره بين السطح الداخلي والسطح الخارجي. احنا قلنا انتقال الحراره بالتوصيل بيحصل في الاجسام اللي هي الصلبه، بين السطح الداخلي والسطح الخارجي. الدلتا اكس اللي هو سمك الحائط اللي هيمشي فيه انتقال الحراره. عندي الاي اللي هي مساحة انتقال الحرارة، المساحة المعرضة لانتقال الحرارة. أما الكي معامل انتقال الحرارة بالتوصيل، وبيصبح القانون بتاعي بيساوي الكيو بيساوي كي في الاي دلتا تي على دلتا اكس. طبعًا لما باجي أقول لك حائط مثلًا من الطوب، بشوف انتقال الحرارة بالتوصيل بتاعه كام، يعني بيبقى عندي جداول أقدر أطلع القيمة دي. طبعًا المساحة بجيب، أنا عندي حائط بجيب طول في عرض، يبقى أنا كده جبت المساحة. دلتا تي بجيب درجة الحرارة الخارجية والداخلية وأطرحها من بعض. الدلتا اكس اشوف ده سمكه قد ايه، 5 سنتي 10 سنتي، وبالتالي اقدر اجيب معدل انتقال الحراره بالتوصيل. اخر حاجه انتقال الحراره بالاشعاع. يعني ايه صور بقى انتقال الحراره بالاشعاع؟ بيحصل ازاي؟ انتقال الحراره من الشمس للارض عبر الفراغ ده انتقال الحراره بالاشعاع. انتقال الحراره هنا من النار ده بالاشعاع. اللمبه انتقال الحراره بالاشعاع. طب ايه القانون اللي هو المستخدم اللي انا اقدر اجيب بيه معدل انتقال الحراره؟ هو القانون قدامي ده بيساوي ايه؟ ثابت بولتزمان اللي هو قيمه ثابته 5.66 في 10 سالب 8 في الانبعاثيه، ودي القيمه دي بتبقى صفر لو السطح اللي هينتقل عليه الحراره اسود. ايه مساحه السطح المعرضه لانتقال الحراره؟ تي درجه الحراره اس 4. طبعا حالات المادة كلنا طبعا عارفين حالات المادة ثلاثة، حالة صلبة، حالة سائلة، حالة غازية. طبعا هو موضوع بسيط بس هيفيدني في دائرة التبريد كويس جدا. يعني مثلا لو عندي قطعة من التلج بتكون في حالة صلبة، لو أنا عرضتها لدرجة حرارة، لو أنا عرضتها لدرجة حرارة هتتحول، هتنصهر وهتتحول لسائل. السائل ده لو انا عرضته لدرجه حراره او رفعت درجه حرارته هيتبخر ويتحول لغاز. الغاز لو انا عملت له تبريد هيتكثف ويتحول لسائل. والسائل لو انا بردته ايه اللي هيحصل له؟ هيتجمد ويتحول لحاله صلبه. الموضوع ده هيفيدني جدا لان عندي هنا اهوت من سائل لغاز بيفكرني بايه؟ بالايفابوريتور، بيحصل عمليه تبخير، بحول من سائل لغاز. وهنا بحول من غاز لسائل في الكوندنسر، بحول مركب التبريد من الحاله الفيبر للليكويد. وهنشوف الكلام ده دلوقتي. لو قلنا الحاله الصلبه عندي لو قطعه من الثلج هتلاقي شكلها ثابت، حجمها ثابت. الماده لما تكون في حاله سائل يبقى شكلها غير ثابت وحجمها ثابت، اما الماده في صوره بخار بيبقى شكلها وحجمها غير ثابت. طيب نيجي بقى موضوع مهم جدا. احنا لسه لحد دلوقتي بندرس حراره، لسه ما دخلناش بقى في دائره التبريد. مكونات دائره التبريد، كومبريسور،
اكسبانشن، عندي كوندنسر، ايفابوريتور. لسه ما دخلناش في الموضوع ده خالص. انا بدرس حراره، ببتدي، وطبعا انا بحاول اجيب الموضوع باختصار عشان نقدر ندرس كل حاجه، الحراره المحسوسه والحراره الكامله. ايه بقى الحراره المحسوسه وايه الحراره الكامله؟ في فرق بين الاثنين؟ الموضوع ده مهم جدا. اه طبعا في فرق بين الاثنين. لو انا عندي عايز احول الماده من صوره لصوره، من سائل لبخار، عندي هتتعرض لكميه حراره محسوسه وحراره كامله. ازاي؟ الحراره المحسوسه لو عندي درجه حراره السائل ده عند صفر وعايز ارفع درجه حرارته ل 100، يبقى انا كده هعرضه لدرجه حراره محسوسه هترتفع من زيرو ل 100. يبقى الحراره المحسوسه تغير في درجه الحراره، ولكن الماده ثابته زي ما هي. يعني انا لما رفعت من صفر ل 100 السائل ده اتغير لسه زي ما هو سائل. يبقى من صفر ل 100 رفعت في درجه الحراره ولكن الماده ثابته زي ما هي سائل. لما اوصل لل 100 هيبدا، احنا بنتكلم هنا الميه، نفترض الميه دي هتغلي. لو انا عرضتها لكميه حراره، احنا بنتكلم على 1 كيلو جرام مثلا ميه، لو انا عرضته لكميه حراره 2257 ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يتحول من سائل لبخار. دي كميه حراره خدها، حراره ايه؟ كامنه. عرفت ازاي اللي هي كامنه؟ لدرجه الحراره ثابته ما اتغيرتش. الميه بتغلي عند ايه؟ عند 100، صح ولا لا؟ عند 100 هتبقى انها ثابته. انا برضو بزود درجه الحراره، بزود درجه الحراره، بس هي ثابته عند 100، وبالتالي اللي بيزيد معايا هي كميه الحراره. خدت كميه الحراره دي هتتحول كلها من سائل لبخار. يبقى انا عندي من الصفر لل 100 خد كميه حراره 418 كيلو جول لكل كيلو جرام، اتحول او اترفع درجه الحراره من زيرو ل 100، بس الماده ما اتغيرتش، هي لسه سائل. بعد كده وصل لل 100 هيتبخر، هيتحول من سائل لبخار، بس عشان يتبخر محتاج كميه حراره قد ايه؟ حراره كامله 2257. الكميه ديت كبيره جدا، ودي مهم جدا وبتنفعني قوي. بتنفعني فين؟ بتنفعني في المبخر. المبخر عشان يتحول مركب التبريد من سائل لبخار محتاج كميه حراره كامله كبيره. شوف كميه الحراره اللي خدها من 0 ل 100 قد ايه؟ 418. شوف هنا بقى لما وصل لل 100 خد كميه حراره قد ايه؟ 2257. دي كميه الحراره. لا احنا بنتكلم بقى في المبخر بيحتاج كميه حراره كبيره عشان يتحول من سائل لبخار، وده فايده ليه؟ ما هو كميه الحراره اللي هاخدها دي كميه درجه الحراره اللي هي مرتفعه، هيديني بدلها درجه حراره منخفضه. وعشان كده ده اللي يميز مركب التبريد. هنتكلم عليه دلوقتي ودرجه غليان. احنا بنتكلم هنا على ميه درجه غليانها 100. ماشي يا جماعه؟ طب انا لو عايز احسب الحراره المحسوسه بستخدم القانون كيو ام دوت سي بي دلتا تي. الام اللي هي معدل سريان الميه، سي بي الحراره النوعيه للميه، ودي ثابته 418. دلتا تي اللي هي فرق درجات الحراره. يعني انا مثلا لو عندي تيوب، الحاجات دي بتعمل عليها دراسات. لو عندي انبوب هيمشي فيها ميه، عندي درجه حراره في الاول وعندي درجه حراره في الاخر. الانبوبه ديت انا مثلا معرضها لدرجه حراره منخفضه، حاطط تلج حواليه، ايه اللي هيحصل للميه؟ الميه درجه الحراره عندي تي 1 اللي هي الماسوره في الاول، ودي 2، تي 2 درجه حرارتها هتبقى منخفضه عن تي 1، وبالتالي حصل انتقال حراره. فبالتالي انا عايز احسب كميه الحراره، اجيب تي 2 بقد ايه؟ تي 1 بقد ايه؟ كميه الميه معديه قد ايه؟ واشوف الحراره النوعيه اللي اثبت الميه قد ايه؟ اضرب اجيب كميه الحراره اللي انتقلت. وكل ما زاد كميه معدل انتقال الحراره كل ما كان هذا تأكيد افضل. طيب تيجي ناخد، لو عندي قطعه من الثلج، انا لسه لحد دلوقتي انا بتكلم على ميه لسه ما وصلتش لفريون. قطعه الثلج درجه حرارتها سالب 40، انا عايز اوصلها لحد 100، بديها حراره محسوسه من سالب 40 لحد ما اوصلها للزيرو، بسخنها بياخدها حراره محسوسه، بتاخد كميه حراره قد ايه؟ 2.1 من 10 كيلو جول، انا بتكلم على 1 كيلو جرام من الميه. بعد كده لما توصل لحد الصفر محتاجه كميه حراره كامنه. شوف درجه الحراره لحد دلوقتي ثابته اهي، حراره كامنه، درجه الحراره ثابته، محتاجه ايه؟ كميه حراره قد ايه؟ 335 عشان تتحول من الحاله الصلبه
الحاله السائله، وصلت بقت حاله سائله عند الزيرو، ارفع درجه حرارتها اديها حراره محسوسه اللي هي 418، اوصلها لحد ايه 100، هتبتدي تغلي، وصلتها ل 100 دي الغليان، هتاخد كميه حراره كامله 2257، هتتحول من سائل لبخار. ده التغير اللي بيحصل، وانا من الموضوع ده بحاول ايه اجيب الفرق بين الحراره المحسوسه والحراره الكامنه، لان الحراره الكامنه هي اللي بتحصل في الكوندنسر وبتحصل في الايفابوريت، التبخير والتكثيف. نيجي بقى نمسك ايه هو التبخير. لان عندي جزء في دايره التبريد ايفابوريتور اللي هو المبخر، المبخر بيحصل فيه تبخير لمركب التبريد، كلنا عارفين الكلام ده، بيتبخر بيتحول من سائل لبخار، بس عايزين نفهم ليه اتبخر. طب ادي مثال بس بسيط قبل ما ادي اخش في الموضوع ده. لو عندي 1 كيلو جرام من الميه هرفع درجه حرارته ل 100، هياخد كميه حراره قد ايه؟ كميه حراره 418 زي ما احنا اتفقنا، ماشي؟ هوصله ل 100، بعد كده هديله كمية حرارة كاملة 2257، دي كمية حرارة كاملة. كمية الحرارة الكاملة دي هيسحبها منين؟ أنا بتكلم بقى في الإيفابوريتر، بتكلم في المبخر. طبعًا الأرقام دي كلها هتتغير لو أنا اتكلمت على مركب تبريد، أنا بدي مثال على مية. كمية الحرارة الكاملة، ما المقصود؟ لأن هنا كمية كبيرة. طبعًا هنا برضو عندي في الإيفابوريتور كمية كبيرة، كمية الحرارة الكاملة كبيرة. بتجيبها منين؟ المبخر بيجيبها منين؟ بيجيبها من الحيز المحيط. باخد كميه الحراره اللي موجوده عشان اقدر اغلي بيها مركب التبريد. هناخد على درجات الغليان، احنا هنا بنتكلم ميه بتغلي عند 100، لا هناخد مركبات التبريد دلوقتي بتاخد تغلي عند ايه؟ وهناخد مثال ليه. فما المقصود؟ ان كميه الحراره الكامنه ده اللي بياخدها الايفابوريتور من الحيز المحيط عشان يقدر يغلي مركب التبريد. طبعا مركب التبريد مش بيغلي عند 100، احنا بنتكلم هنا على ميه. نيجي هناخد مثال تاني دلوقتي. عندي فريون 22 بيتبخر عند ايه؟ عند سالب 40.8. ادي مثال، ده انا بتكلم عند ايه؟ ده عند الضغط الجوي. يعني ايه عند الضغط الجوي؟ يعني انا لو جبت مثلا اسطوانه فريون 22 وجيت قلبت الاسطوانه، وكلنا بنعرف المثال ده وعملناه، وجيت افتح المحبس من تحت، اللي بيطلع بخار ولا سائل؟ اللي بيطلع لسائل، السائل هو اللي تحت. ايه اللي بيحصل لما السائل بيطلع؟ السائل اول ما بيطلع بيغلي على طول، بيغلي. ده انا لو حطيت ايده قدامي والاقي درجه حرارته ما اقدرش احط ايدي، درجه حراره منخفضه جدا، يعني ممكن يجمد لي الدم اللي جوه الايد. ليه؟ لان هو بيغلي عند سالب 40.8. يعني مركب التبريد لو انا عرضته لدرجه حراره الجو يغلي فور ويتبخر بين درجه حراره انخفاض بتصل لسالب 40.8 في دون ايه 22، وبياخد الكميه دي كلها ايه؟ من الجو المحيط. بيمتص الحراره دي كلها منين؟ من الجو المحيط. هناخد كده مثال برضو، دي نقطه الانصاره او التجميد. هنا بقى مثلا بقول عشان اقدر كميه الحراره اللازمه عشان اجمد 1 كيلو جرام من الميه هي نفس كميه الحراره اللازمه لذوبان 1 كيلو جرام من الثلج عند الصفر المئوي، وهنا في عمليه الغليان او التكثيف. طبعا نقطة الغليان هي نفسها نقطة تكثيف، ولكن بتختلف من مادة للتانية على حسب نوع المادة أو نوع مركب التبريد، الضغط اللي هيبقى موجود عنده، كمية الحرارة اللازمة لغليان أو تكثيف هذه المادة. طبعا بتختلف من مادة لتانية، من مركب تبريد للتاني. وهناخد دلوقتي مثال لغليان مركب التبريد في الأتموسفير بعد مركبات التبريد، طبعا كلها مش زي بعضها عشان ده كده بيستخدم في مكان وده بيستخدم في مكان تاني، ودي في سيستم وده في سيستم تاني. اقدر اقول هنا كميه الحراره لازمه الغليان 1 كيلو جرام من الميه عشان اغلي 1 كيلو جرام من الميه هي نفس كميه الحراره اللازمه عشان اقدر اكثف 1 كيلو جرام من الميه عند الضغط الجوي. نبص كده نقطه الغليان لمركبات التبريد. احنا اتكلمنا عن الميه بتغلي عند ايه؟ 100 درجه مئويه، دي طبعا انا اسف دي 212 درجه فهرنهايت. الميه بتغلي عند 100 درجه مئويه. نيجي ناخد مركبات التبريد كده ونبص عليها. فريون 134 انا بتكلم عند الضغط الجوي بيغلي عند سالب 26 درجه مئويه، فريون 410
بيغلي عند سالب 44 درجة مئوية، في اليون 22 بيغلي عند سالب 40 و8 من 10 درجة مئوية. شفنا الفرق بين الفريونات؟ طب شفنا الفرق بين الفريونات والميه؟ الميه بتغلي عند 100 درجة مئوية، لا مركبات التبريد بتغلي عند ايه؟ بالسالب. التبخير والغليان، في فرق بين التبخير والغليان؟ يعني هل هو التبخير هو الغليان؟ طبعا في فرق. انا لو جبت مثلا اناء وحطيت فيه ميه ورفعت درجه حراره الميه وعمال ارفع وسط 30 40 50 60، ايه اللي بيحصل للميه؟ الميه هتبدا لسه قبل ما تغلي، بقى هي بتغلي لسه، احنا عارفين الميه بتغلي عند 100، ايه اللي بيحصل لها؟ بيحصل تبخر للميه. يعني انت لو حطيت اي سطح فوق الاناء هتلاقي فيه ميه اتراكمت، ايه اللي حصل؟ فيه بخار طلع، في بخار، يعني في تبخير. اما الغليان ما بيحصلش الا عند درجه معينه، لو بتكلم على ميه عند 100 درجه مئويه، 100 درجه. اما التبخير بيحصل عند اي درجه. نيجي نمسك بقى ايه مثال التبخير والغليان. التبخير بيحدث عند اي درجه حراره زي ما قلنا اتفقنا، اما الغليان بيحصل عند درجه معينه عند ضغط معين. التبخير طبعا هو عمليه طبيعيه بيتحول فيها سائل الى غاز بسبب ارتفاع درجه الحراره. وطبعا هنا في التبخير مش بيشترط وجود طاقه خارجيه. اما في الغليان لازم يكون في طاقه خارجيه عشان اقدر ارفع بيها درجه الحراره للدرجه اللي انا عايزها. التبخير بيحدث عند السطح فقط، اما الغليان بيحدث في كامل السائل. عمليه التبخير بتحدث بشكل بطيء وتدريجي، اما عمليه الغليان بتحدث بشكل سريع جدا وقوي. طبعا الغليان بيختلف على حسب الضغط اللي بيبقى واقع عليه درجه الغليان. طب درجه الغليان لو فيش مثلا عندي ميه وفيها شوائب فيها او فيها مثلا حطيت فيها شويه ملح، هتغلي عند 100؟ لا، هتغلي عند درجه حراره اكتر من 100. طب الميه العاديه بتغلي عند 100؟ لا، لازم تبقى الميه المقطره بالظبط هي اللي بتغلي عند 100، اما الميه العاديه دي بتغلي بدرجه اقل من 100. طب انا عايز اعرف درجه غليان السائل. يعني انا مثلا عندي ميه حطيتها في اناء وعايز اعرف درجه غليان. بغلي الميه وكل شويه بقيس درجه الحراره لحد ما اوصل لدرجه معينه او لوقت معين ان درجه الحراره ثابته ما بتتغيرش. اقيس ثابته، اقيس ثابته، هي دي درجه الغليان. النقطه دي بقى مهمه. الحراره الكامنه للتبخر. ليه الميه ما تنفعش تبقى مركب تبريد؟ طب نعرف كميه الحراره الكامنه الاول. الحراره الكامنه للتبخر هي كميه الحراره اللازمه عشان اقدر ابخر كتله من السائل المشبع عند درجه حراره وضغط معين. مركب التبريد لازم يتوفر فيه حاجات. اول حاجه درجه غليانه منخفضه. يعني ايه؟ فاكرين لما جينا قلنا الميه بتغلي عند 100 درجه مئويه؟ صح؟ مركبات التبريد بتغلي بالسالب. سالب 22، سالب 40، سالب 30، بتغلي عند درجه حراره، يبقى لما مركب التبريد لازم تبقى درجه غليانه ايه؟ منخفضه. ولازم تبقى الحراره الكامنه للتبخر مرتفعه. كنا ادينا مثال للكلام ده وقلنا عشان مركب تبريد يتبخر هيغلي. احوله من سائل بخار، محتاج كميه حراره كامنه كبيره. كلما زادت كميه الحراره الكامنه دي كلما كان الموضوع ده افضل. ما هو كميه الحراره دي بجيبها منين؟ ما انا بجيبها من الجو اللي انا عايز ارفع درجه حرارته. وده افاده ليه؟ انا بعمل ده كله عشان ابرد. فكلما كانت الحراره الكامنه للتبخير لمركب التبريد كبيره كلما كان ده افضل. وكده احنا عرفنا ليه الميه مش بتنفع كمركب تبريد لدرجه غليانها 100 درجة مئوية، أما مركبات التبريد درجة غليانها في السالب، عشان كده بحصل على تبريد. طيب نقطة التشبع، الموضوع ده مهم جدا بقى. كلنا عارفين خريطة الضغط والانصلاب بي اتش ديجرام. هنا الكيرف ده منحنى درجة الحرارة. عندي هنا الخط ده التشبع. بس هنا اي نقطه بتقع عليه ده بخار، لما بخش جوه هنا بيبقى بخار وسائل، ده خط التشبع السائل. هنا بقى يبقى سائل بس، يبقى هنا سائل، سائل بخار، هنا بخار.
هنا نقطة التشبع زي ما قلنا. البخار المتواجد عند درجة حرارة التشبع، البخار ده هقدر أكثفه لو أنا عملت إيه؟ لو أنا أزلت الحرارة منه، وده اللي بينفعني هنا بقى في الكوندنسر. أنا بيجي لي مركب التبريد من الكمبريسور، بخار مشبع، بعمل إيه؟ بسحب منه الحرارة في الكوندنسر، وبالتالي بيحصل له عملية إيه؟ بيحصل له عملية تكثيف. وبالمثل بيحصل الكلام دوت في الايفوبريتور. بيحصل ايه؟ انا بيجي لي سائل مشبع داخل الايفوبريتور. سائل مشبع، انا بعمل ايه في السائل؟ بضيف له حراره، بجيب له درجه حراره عاليه من الجو المحيط، بجيب له كميه حراره، وبالتالي هيتبخر. ايه اللي خلاه يتبخر؟ لان انا اضفت الحراره ليه. يبقى عندي البخار حصل له تكثيف لما عملت له ازاله حراره، اما السائل اتبخر لما ضفت له حراره، وده اللي بيحصل في الكوندنسر وده اللي بيحصل في الايفابوريت. نيجي بقى نخش في المهم ونتكلم على مكونات دائره التبريد واتعرف على كل جزء من اجزاء الدائره واحده واحده كده. دائره التبريد الاساسيه بتتركب من أربع أجزاء ما ينفعش ينقص واحد. عند الكمبريسور، كوندنسر، اكسبانشن فال، ايفابوريتور. كل واحد ليه وظيفة. الأربعة مع بعض بيكملوا دائرة التبريد. نيجي نمسك كده، أنا باخد من الكمبريسور ادخل على الكوندنسر ثم اكسبانشن فال بعد كده الايفوبريتور ويرجع تاني للكمبريسور. الموضوع ده مهم. مائع التبريد اللي هو الفريون، عندي هنا بقدر اقسمه حاجتين، لا اما بالنسبه للحاله او الصفر. عندي الحاله هنا لا سائل لا غاز، يبقى انا كده بتكلم على ايه؟ كوندنسر وايفوبريتور. ليه؟ لان عندي هنا الكوندنسر هيتحول فيه مركب التبريد من غاز لسائل، اما الايفوبريتور بيتغير هنا حاله مركب التبريد من سائل لغاز. طب بالنسبه بقى للصفات، درجه الحراره والضغط، هنا الكمبريسور بيعمل ايه؟ بيرفع درجه الحراره والضغط. الاكسبانشن فالف عكسه، بيعمل عليه خفض ضغط مركب التبريد. نيجي ناخد بقى ايه؟ الضغط. وطبعا هيبقى لينا موضوع مهم ده في الضغط ان شاء الله، هيبقى المره الجايه ان شاء الله هنتكلم فيه واتكلم عليه باستطافه شويه. عندي الضغط ده طبعا يعتبر القلب النابض في دائره التبريد، بيعمل على سحب وضغط مركب التبريد في الدائره، بيسحبه من المبخر ويقوم برفع ضغطه ودرجه حرارته ويضغطه الى المكثف. طب ايه انواع الضغط؟ عندي في الريسبروكيتنج كومبريسور، في الروتري، في السكرول، في السكرو، وفي السنترفيوجل كومبريسور. عندي ضغط ترددي، دوراني، حلزوني، لولبي، طارد مركزي. اصنفهم ازاي؟ عندي تصنيف اساسي للضواغط من حيث اتصال الجزء الكهربائي بالجزء الميكانيكي. عندي في ضغط محكم الغلق، نصف محكم، ضغط مفتوح. طب بالنسبه بقى وفقا لذات الضغط، عندي نوعين، ضواغط ذات ازاحه موجبه اللي هو الضغط الترددي، وفي ضواغط دورانيه. الدورانيه عندي اللي هو الروتري والسكرول اللي هو سكرول. اما بالنسبه وفقا لذات الضغط، عندي الضواغط الديناميكيه اللي هو النوع الوحيد اللي هو الضغط طارد المركزي. دي تصنيف الضواغط بصفه عامه. ده مثال بسيط على الضغط الترددي، ازاي انا بسحب وبضغط مركب التبريد. زي ما احنا عارفين عندي ذراع توصيل، عندي المكبس. المكبس ده لما بيتحرك لاسفل بسحب مركب التبريد، الكلام ده احنا هنشرحه تاني، انا بتكلم كده بسرعه. بفتح خط السحب، بدخل مركب التبريد، يطلع المكبس لفوق، يقوم ضاغط مزود الضغط هنا، فتح لي البلف الطرد ويطلع لي مركب التبريد. طبعا الموضوع ده هيبقى ليه وقت ان شاء الله، نتكلم بقى دلوقتي على الكوندنسر المكثف. المكثف بيعمل ايه مركب التبريد فيه؟ او بيحصل ايه لمركب التبريد؟ مركب التبريد بيتحول فيه من صوره لصوره، بيتحول من غاز
مثال، احنا نيجي نجيبها من البدايه كده يا جماعه. احنا قلنا التبريد حصل ازاي قبل ما اوصل للمكثف بقى. التبريد حصل ازاي؟ حصل اساسا من الايفابوريتور، من المبخر. حصل فيه تحويل مركب التبريد من صوره لصوره، تحول من سائل لغاز، سحب انخفاض في درجه الحراره او سحب درجه الحراره من الحيز، وبالتالي حصل التبريد وتحول مركب التبريد لغاز. ما انا عايز الغاز ده، انا عايز ارجعه تاني المبخر، بس عايز ارجعه تاني ايه؟ عايز ارجعه سائل. النظريه جت ازاي؟ السائل لما بيخش المبخر بيتبخر فبيحصل التبريد، فاتحول بقى غاز دلوقتي، انا عايز ارجعه تاني الايفوباريتور. طب ارجعه ايه؟ رحت جاي عامل ايه؟ جاب ضغط، راح جاي رافع ضغطه وضغطه للمكثف. طب ايه اللي هيحصل؟ مركب التبريد عشان يتحول من غاز لسائل عايز حاجتين. اول حاجه الغاز الجزيئات بتاعته بعيد عن بعض، لازم اضغطه، هستخدم الضغط، لما يجي يضغطه هيقرب لي الجزيئات دي من بعض. ثانيا لازم ابرده، يبقى الغاز محتاج اضغطه وابرده. اضغطه يبقى انا ضغطته عن طريق الكمبرسور، ابرده بردته عن طريق الكوندنسر، عن طريق انتقال حراره، عرضته للجو المحيط او عرضته مثلا لفانه، حصل تبادل حراري، بردت المكثف عن طريق طرد الحراره منه، وبالتالي يتحول من الحاله الفيبور لليكويد. خدت السائل اللي هيطلع من المكثف، يبقى احنا كده في النقطه دي عرفنا المكثف بيحول مركب التبريد من صوره لصوره، من بخار لسائل عن طريق التبريد، واعمل طرد حراره منه. طب في انواع، عندي نوعين، في الاير كولد كوندنسر اللي هو مكثفات تبريد هواء، وفي عندي ووتر كولد كوندنسر. مكثفات تبريد الهواء عندي منه نوعين، في اللي هو الفورست اللي انا تبريد جبري عن طريق فانه، او في عن طريق اللي هو التبريد الطبيعي اللي هو مكثف اللي موجود في دوائر التبريد اللي هي البسيطه خالص، مكثف ما فيهوش عليه مروحه، بيعتمد على حركه الهواء اللي موجود عليه، بيحصل له عمليه تبريد وبالتالي بيحول مركب التبريد من صوره لصوره. اما الووتر بقى، ووتر كولد تشيلر، ده اللي احنا هندرسه في التشيلر. ووتر كولد كوندنسر بيعمل ايه؟ عندي هنا بدخل مركب التبريد من اتجاه، بدخل مركب التبريد في صوره غاز واطلعه في صوره سائل، ادخله غاز واطلعه سائل. طبعا بيحصل تبادل حراري بينه وبين الميه، انا بدخل في ميه من اتجاه واطلعها من الاتجاه الايه؟ التاني. بالتبادل الحراري دوت بيحصل تكثيف لمركب التبريد، واقدر احوله من صوره لصوره تانيه. خط السائل اللي هو بين الكوندنسر وموجود بين صمام التمدد، اداه الانتشار موضوعها بسيط جدا، بتعمل على خفض ضغط مركب التبريد. ليها انواع، ليها انواع، عند الانبوبه الشعريه صمام تمدد يدوي، صمام تمدد حراري، انواع وليها شرح ان شاء الله. بس الغرض من ادوات الانتشار او الاكسبانشن، الغرض منهم خفض ضغط مركب التبريد. طب هاخد مثال بسيط دلوقتي لصمام التمدد الحراري او الثرموستاتي، ونيجي نشوف ايه اللي بيحصل فيه بالظبط. نيجي نبص على مثال زي ده، صمام تمدد، وهنا المبخر، وهنا بشوف درجه حراره الايه؟ المبخر. نبص مع بعض، هنا صمام التمدد طالع منه بلب بيحس بدرجه الحراره هنا. صمام التمدد هنا بتحكم في كميه مركب التبريد اللي دخل الايفوبريتور، بتحكم في الكميه اللي هتدخل الايفوبريتور. بيحسها ازاي او بيعرف الكلام ده ازاي؟ عن طريق درجة حرارة البلب. هنا في رق، هنا طبعا في غاز بيتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، لو اتمدد ضغطه هيزيد، هيضغط على الرق الأسفل هيبقى ضغطه أقوى من الجاي. نبص على الموضوع ده، لو أنا عندي هنا درجة الحرارة مرتفعة، ده معناه إيه؟ باجي هنا في نهاية ملفات المبخر بلاقي temperature درجة الحرارة مرتفعة،
ده معناه ان الايفابوريتور عليه حمل كبير، وبالتالي كل ما بيخش كميه مركب تبريد بتتبخر بسرعه، فرفع درجه الحراره عند نهايه ملفات الايفابوريتور. حس بالكلام ده البالب اللي هنا بيحس بدرجه الحراره، ايه اللي هيحصل؟ هيضغط على الرك ده فيدخل كميه مركب تبريد تعوض الحمل اللي هو موجود دلوقتي. واخدين بالنا من الموضوع ده؟ يبقى على اساس درجه الحراره عند نهايه الايفابوريتور بقدر اتحكم في كميه مركب التبريد اللي هتخش الايه؟ المبخر. طيب ده اشتغل فتره طويله، دخلت كميه كبيره، عوضت الحمل اللي موجود. هاجي بعد فتره شوف درجه الحراره لسه لحد دلوقتي عاليه. طب درجه الحراره بص دلوقتي بقت نورمال. ايه اللي حصل؟ قلل الفتحه دي بقى يدخل كميه مركب تبريد اقل. يبقى انا بتحكم في كميه مركب التبريد على اساس الحمل اللي هو بيبقى على اساس درجه الحراره. ما انا عندي لو حمل زاد درجه الحراره عند نهايه الايفابوريتور هتزيد، وبالتالي هنا الاكسبانشن يدخل لي كميه حراره، او اسف يدخل لي كميه مركب تبريد اكبر عشان تقدر تتعوض الحمل اللي موجود. دي فكره صمام التمدد الحراري. نكمل بقى موضوعنا. خدنا صمام التمدد الحراري، باختلاف انواعه الايفابوريتور، واحنا قلنا دائره التبريد الفكره نفسها جت من الايفابوريتور، هو الاساس عندي في دائره التبريد، اللي هو الموضوع كله معتمد على عمليه التبخير. بيحصل تبخير بيحصل تبريد. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تبادل حراري بينه وبين الجو المحيط، هو بيجي له سائل مركب تبريد. ايه اللي بيحصل؟ بعرضه لكميه حراره مرتفعه اللي هي في الجو المحيط، بتعمل غليان لمركب التبريد، وبالتالي بيتبخر، فبيتحول من صوره لصوره، بيتحول من سائل لفيبر، وبالتالي بحصل على انخفاض في درجه الحراره. طب انواعه عنده نوعين، في مبخرات تبريد هواء اير كولد ايفابوريتور زي ما احنا عارفين، مجموعه مواسير عليها زعانف والمروحه موجوده عليها، قادر يحصل تبادل حراري، او ووتر كولد ايفابوريتور ده طبعا هنشوفه في التشيلر. عندي هنا الخزان اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ده بيحصل تبادل حراري بين ميه وبين مركب تبريد، بدخل مركب التبريد من هنا زي ما احنا شايفين في المواسير دي، يعدي كده يطلع لي من هنا، دخل مركب تبريد في صوره سائل طلع لي غاز اتبخر. ايه اللي حصل؟ دخلت ميه من هنا زي ما احنا شايفين، وحاطط هنا بافلز عشان اقدر اعمل اعاقه للميه. ليه؟ عشان اقدر ازود التبادل الحراري. يبقى هنا بيحصل تبادل حراري بين الميه وبين مركب التبريد، وبالتالي انا كده بخلي مركب التبريد يغلي وبالتالي يتبخر، فبيتحول من سائل لبخار. طبعا لسه متكلمين على موضوع المبخر وعلى اي اساس بيحصل تبخير لمركب التبريد. الضاغط مكثف اداه انتشار، عندي هنا صوره لدائره تبريد، كومبريسور، كوندنسر، اكسبانشن، ايفابوريتور، وارجع تاني للسكشن تاني للكومبريسور، كومبريسور، كوندنسر، اكسبانشن، ايفابوريتور، وارجع تاني للكمبرسور. موضوع مهم جدا عشان ارفع من كفاءه دائره التبريد التحميص او السوبر هيت وعندي السب كولينج، وايه الفرق بين الاثنين وايه لازمتهم الاثنين في الدائره اساسا، يعني دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه. الموضوع ده مهم جدا، بس في البدايه انا عايز اعرف
دار التبريد الاساسيه اساسا عشان اقدر ادرس السوبر هيت او السب كولينج. دي دار التبريد اللي بتركب من 4 اجزاء: كومبريسور، كوندنسر، اكسبانشن، ايفابوريتور. لما اجي امثل الدائره ديت على خريطه البي اتش ديجرام، يبقى عندي هنا من 1 لـ 2 دي عمليه انضغاط لمركب التبريد من خلال الضغط، من 2 لـ 3 ده هنا عمليه تكثيف خلال الكوندنسر، من 3 لـ 4 ده شغل صمام التمدد، من 4 لـ 1 ده عمليه التبكير، وده هنا عندي ده المبخر. طبعا عندي هنا في المبخر الضغط ثابت، عندي في الكوندنسر الضغط تقريبا ثابت، اما في الدائره الفعليه ما بيحصلش الكلام ده، بس احنا هنعترف وهنقول مثلا ثابت من 2 ل 3 الضغط ثابت. اما في دائره التبريد الفعليه هناخدها هتلاقي لا، في فقدان في الضغط بيحصل هنا. طب هنعتبر ان الوضع ده زي ما احنا كده شغالين، عندي هنا بخار، بخار مشبع، مش احنا لسه قايلين الكلام ده؟ هنا خط التشبع، هنا بالنسبه للبخار، وهنا بالنسبه للسائل. ده بخار مشبع، ده سائل مشبع. هنا المنطقه دي غاز محمص، هنا غاز وسائل، هنا سائل، يعني الخط ده بيفصل بين الغاز وبين منطقه الخليط. ماشي. من 1 لـ 2 قلنا شغل الضغط، من 1 دي نهايه الايفابوريتور. طب انا هدي مثال دلوقتي، انا لو افترضت ما عنديش حمل على المبخر، مفيش حمل، هو ايه اللي بيخلي مركب التبريد يغلي؟ اللي هو بيبقى فيه حمل، بيحصل تبادل حراري بين الايفابوريتور وبين الهواء المحيط بيه، فايه اللي بيحصل؟ بياخد كميه الحراره ديت فبيغلي مركب التبريد، فبتحول من صوره لصوره. طب لو الحمل ده كان قليل، داخل سائل للمبخر الحمل قليل، ففي كميه ما اتبخرتش، انا بقول لك الحمل قليل، ففي كميه من مركب التبريد او بعض القطرات السائل ما اتبخرتش، وبالتالي في نهايه ملفات الايفابوريتور او خط السكشن بقى عندي مركب تبريد فيبر بس في كميه بسيطه من الليكويد. ينفع ادخل ده على الضغط؟ طبعا لو دخلت على الضغط حصل تلف في بلوف السحب والطرد، لان بدخل سائل على بلوف درجه حرارتها مرتفعه، والموضوع ده هيبقى مشكله كبيره. لازم اعمل ايه؟ لازم اضمن، لازم اضمن ان النقطه 1 دي تبعد عن الخط ده عشان تبقى بخار محمص، وانا ضامن اللي هيخش الضاغط بخار محمص ما فيهوش اي نسبه من السائل. طب عشان اعمل الحركه ديت اعمل ايه؟ عايز ابعد النقطه 1 من هنا اجيبها هنا، لازم اعمل حاجه اسمها سوبر هيت. سوبر هيت تبعد لي النقطة 1 عن خط التشبع عشان اضمن ان هيخش الكمبريسور فيبر 100%. الكلام ده بيحصل بطرق كتير، منها ممكن احط مبادل حراري، لان اعمل تبادل حراري بين خط السحب وبين خط السائل، وبالتالي ايه اللي يحصل؟ انا عندي درجة الحرارة هنا اللي طالعة من الكوندنسر مرتفعة، لو انا عملت تبادل حراري بينها وبين الخط ده ايه اللي يحصل؟ هترفع لي درجة الحرارة هنا، وبالتالي لما اجي ارفع درجة الحرارة هنا ايه اللي يحصل؟ لو في اي نسبه من السائل هتتبخر، وبالتالي اضمن اللي هيخش الضغط زي ما قلت بخار 100%. طب نيجي يمكن نمسك كده مع بعض، لسه قايلها دلوقتي هيت اكسنجر، هحط مبادل حراري بين خط السحب وخط السائل يعمل تبادل حراري، وبالتالي اقدر اعمل هنا سوبر هيت واقدر اعمل هنا سب كولينج تبريد داون. طب احنا هنا سوبر هيت قلناه، قلنا نبعد النقطة من هنا لهنا عشان أضمن إن هيخش الكمبريسور بخار 100%، كلام كويس جدا. عايز أدخل الضغط بخار محمص 100%، دخلته. طب السب كولينج أنا ليه بعدت النقطة دي عن خط التشبع؟ نبص معايا بقى كده، إحنا كان بيطلع من الكوندنسر سائل، السائل ده بدخله على أداة الانتشار، السائل ده يتبخر. طب لو طلع من الكوندنسر سائل وفي نسبة من البخار ودخلتها على الايفابوريتور، السائل هيتبخر بس في نسبة من البخار موجودة مش هتتبخر، يبقى انا كده حصلت على تبريد إلا لما بدخل السائل كله فبيتبخر، بحصل على تبريد 100%. طب دخلت سائل 100% و10% بخار،
يبقى انا حصلت على تبريد 90% و10% دول انا فقدتهم اللي هو بخار. البخار مش هيتبخر، ما هو كده 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 بخار. يبقى انا عملت ايه؟ بعت النقطه 3 من هنا لهنا عشان اضمن اللي هيخش الاكسبانشن سائل 100%، عشان لما اجي يتبخر احصل على نسبه تبريد 100% من سائل اللي هيخش له. يبقى عرفنا فايده السوبر هيت والساب كولينج. السوبر هيت اضمن دخول الكمبريسور بخار 100%، اما بالنسبه الساب كولينج بضمن اللي بيخش الاكسبانشن فالف ليكويد 100%. طب نيجي بقى نحسب موضوع السوبر هيت. هو خلاص هو اخر حاجه معايا دلوقتي السوبر هيت والساب كولينج عشان الوقت، احنا مش عايزين نطول عشان الناس ما تزهقش مننا اول يوم. طبعا زي ما قلت النهارده يا جماعه احنا بنتكلم في اساسيات شغل. انا ما ينفعش النهارده اقوم داخل عندي التشيلر بيتكون من 1 2 3 وهنا بيحصل كذا وهنا بيحصل كذا وانا ما اعرفش يعني ايه حراره، ما اعرفش يعني ايه سوبر هيت. احنا معانا ناس افاضل، ناس فاهمه الكلام ده كويس، ومعانا ناس كلمتني لسه عايزه تفهم، لسه عايزه تتعلم تبريد. في ناس لسه في الدراسه لحد دلوقتي، في ناس في معاهد، في ناس في طلبه، في ناس في دبلومات، في ناس متخرجه، في ناس عايزه تفهم. فانا بدل ما نجيب الموضوع من الاخر، احنا جبناه بتسلسل، احنا جبناه من البدايه وبتكلم في حاجات بسيطه. اتكلمنا على الحراره، اتكلمنا على سوبر هيت، اتكلمنا على دائره تبريد بسيطه، اتكلمنا على تكثيف، اتكلمنا على تبخير. التكثيف ده حصل ازاي؟ التبخير ده حصل ازاي؟ كنا النهارده بنتكلم على اساسيات. بعد كده نبدا نخش بقى في شغل، نخش بقى في التشيلر، نخش في كنترول، نشوف ده ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. ايه بقى التحميص؟ التحميص باختصار برفع درجه الحراره بتبقى اعلى من درجه حراره الغليان. برفع درجه الحراره بتكون اعلى من درجه حراره الايه؟ الغليان. ليه؟ عشان لو مركب التبريد داخل وفي قطرات من السائل موجوده فيه اقدر ان انا احمصه وبالتالي احوله. ايه اللي يحصل؟ احول القطرات ديت السائل احولها لبخار، اضمن ان الضغط دخل له بخار 100%. طب ادي مثال بسيط كده، عندي مثلا الميه بتغلي عند 100 ماشي، اتحولت لبخار، البخار ده تحت جاي رفع درجه حرارته وصلته 107. ايه اللي حصل؟ ده انا سخنت البخار، معناه ان انا عملت تحميص او سوبر هيت بمقدار 7 درجات. عملت ايه؟ انا قلت انا وصلت لدرجه حراره 107 وانا عارف هو بيغلي عند 100، طرحت ال 107 ناقص 100 اداني تحميص 7 درجات. يبقى انا كده لما اجي اقول لك انا الميه ديت انا حمصتها 7 درجات، يبقى انا عارف دلوقتي ما بتغلي عند 100 هو مزود 7، يبقى انت كده رفعت درجه الحراره ل 107 درجه مئويه. بس انا هنا في دوار التبريد والتكييف انا مش بشتغل بالميه، انا هشتغل في اليوم. الكلام ده عايزين بقى نطبق في دايره التبريد. عندي قدامي اهي دايره التبريد عايز احسب فيها السوبر هيت، عندي الاكسبانشن فالف اطلع منه على الايفابوريتور، بعد كده اخد على خط السكشن للكمبريسور. طبعا الاكسبانشن هنا في البالب بتاعه بدرجه الحراره، مش ندعو بالكلام ده. ايه اللي انا هعمله عشان احسب السوبر هيت؟ اولا هقيس درجه الحراره عند نهايه ايه؟ الايفابوريتور. قست هنا درجه الحراره، انا حاطط بالب اهو، قست هنا بترمومتر ديجيتال، قال لي انت عندك درجه الحراره هنا 9 درجات. ماشي يا عم شكرا. برضو انا عايز احسب السوبر هيت، احسبه ازاي؟ بص يا عم، القانون بتاع السوبر هيت بيساوي ايه؟ مش احنا كنا خدنا الكيرف ده من شويه، سائل غليان بخار، انا برفع درجه حراره البخار اكتر من درجه حراره الغليان، يبقى السوبر هيت بيساوي ايه؟ درجه الحراره ناقص درجه حراره الايه؟ التشبع. ما انا عارف ان درجه الحراره دي ثابته، صح ولا لا؟ يبقى السوبر هيت بيساوي درجه الحراره اللي فوق الغليان ناقص درجه حراره التشبع اللي هو غلى فيه. طيب نحسبها كده، درجه الحراره دي قسها دي ايه؟ دي درجه الحراره اللي هي كارنت تمبريتشر اللي هي درجه الحراره فوق الغليان 9 درجات. طب يا عم هو غلى عند ايه؟ درجه حراره التشبع قد ايه؟
اعمل ايه عشان احسب درجه حراره الشباك؟ او حاطط هنا جهاز بيقيس لي الضغط. جهاز بيقيس لي ايه؟ الضغط. طبعا ده فريون كذا، فريون هنا، فريون 22. قاس الضغط، اقوم داخل على جدول الفريون 22 واشوف الضغط ده قدامه درجه الحراره المقابله قد ايه. نبص كده مع بعض، سوبر هيت بيساوي درجه حراره السطح اللي انا قستها عن طريق الترمومتر ده اهو، ماشي، ناقص درجه حراره الايه؟ الايفابوريتور اللي هي درجه حراره التشبع. كنت بجيبها ازاي؟ الضغط التشبع واجيب درجه الحراره بنظر ايه؟ طيب ماشي، نيجي نقول هنا درجه الحراره اللي احنا قسناها قلنا 9، مفيش مشكله حد فيها. دلوقتي انا عايز اجيب درجه حراره التشبع، اجيبها ازاي؟ انا عندي الضغط قسته اداني كام؟ 4.8 من 10 بار، يعني ما معناه 70 بي اس اي. اخش على جدول فريون 22 ضغط 70 بي اس اي، الاقي درجه الحراره اللي قدامه قد ايه؟ 5 درجات مئويه. يبقى انا كده جبت درجه حراره التشبع ايه؟ 5. يبقى السوبر هيت بيساوي ايه؟ اطرح 2 من بعض، 9 ناقص 5 يدينا 4. يبقى انا كده عملت سوبر هيت بمقدار 4 درجات مئوي. بص دي بقى بعض الشركات بيديني يقول لي ايه؟ الرينج بتاع السوبر هيت. السوبر هيت رينج قد ايه عندك؟ بص يا عم، بقول لي هنا والله لو انت بتشتغل تجميد فريزر درجه حراره السوبر هيت بتتراوح من 2 ل 4 درجه فahrenheit، هو ده الرينج بتاعك. غير كده في مشكله. التبريد من 6 ل 8، انا بقول بعض الشركات ده مثال ليه. التكييف والله من 12 درجه فahrenheit ل 15، ده الرينج اللي بتتحرك فيه. والله لقيت السوبر هيت اعلى من اللازم، اعلى من الرينج ده او اقل من الرينج ده، يبقى عندك مشكله. مثال بسيط، لو انت عندك السوبر هيت اعلى من الرينج ده، ده معناه ان الفريون اللي موجود في الدايره مش كافي، او في نقص في شحنه مركب التبريد. يبقى شوف من خلال السوبر هيت، من خلال السوبر هيت عرفت شحنه مركب التبريد اللي موجوده في الدايره قليله ولا زياده. يعني لما تكون سوبر هيت قيمته عاليه، ده معناه شحنه مركب تبريد قليله. ولما تكون قيمه السوبر هيت قيمته منخفضه، ما معناه ان شحنه مركب التبريد الموجوده في الدايره كبيره. حلوه، من خلال معرفتي بالسوبر هيت اعرف شحنه مركب التبريد كفايه ولا مش كفايه ولا قليل. طب انا يعني انا حابب ان اشرح النقطه دي، وليه لما اكون قيمه السوبر هيت عاليه ده معناه ان شحنه مركب التبريد قليل؟ اديك مثال، شحنه مركب التبريد قليله، ماشي، دخلت في الدايره، دخل الكمبريسور، دخل الكوندنسر، دخلت الاكسبانشن، دخلت على الايه؟ الايفابوريتور، كميه ايه؟ قليله، بس انا عندي حمل كبير. عمل ايه؟ ده جاي على طول المركب التبريد ده جاي غالي فورا وبسرعه، واحوله من سائل لغاز، ودرجه الحراره في نهايه ملفات الايفابوريتور ارتفعت، ما انا عندي الحمل كبير. فده لما اجي احسب بقى السوبر هيت الاقي ان السوبر هيت بتاعي عالي. ليه؟ لان نفسه ده درجه الحراره في نهايه الايفابوريتور عليت. عليت ايه؟ بسبب الحمل، لان ما دخلتش كميه مركب تبريد تتغلب على الحمل ده، انا دخلت كميه قليله وكان الحمل عندي اكبر، وبالتالي رفع لي من درجه الحراره، وبالتالي رفع لي السوبر هيت. والعكس صحيح، لما تكون قيمه السوبر هيت قليله ده معناه ايه؟ دخل كميه كبيره، دخل كميه كبيره، الحمل ما قدرش يتغلب على الكميه ديت، وبالتالي في كميه كبيره ما تحولتش من سائل لفيب، وبالتالي لما جيت احسب التحميص او السوبر هيت اداني ان قيمته ايه؟ قليله. لما اعرف ان قيمته قليله، اعرف ان عندي مشكله في الدايره، اعرف ان مركب التبريد الموجود في الدايره قيمته اعلى. ده مثال تاني، نبص كده مع بعض، اللي ما فهمش المثال الاولاني نفهمه مع بعض دلوقتي. عندي دايره تبريد بتعمل بفريون 22، جيت هنا اقيس درجه الحراره. طبعا عندي هنا الكمبريسور وعندي ده خط السحب، انا المفروض بقيس درجه الحراره والضغط هنا. قيس درجه الحراره هنا ادتني 53، حلو قوي. المفروض بقيس الضغط هنا، لا ده انا دخلته على طول من الكمبريسور قيسته اداني 66 بي اس اي. بس انا عندي مشكله، انا المفروض ان انا بقيس الضغط هنا، ما من هنا لهنا حصل فقد، تقريبا الفقد ده ممكن يبقى 2 بي اس اي، يبقى المفروض ازودهم على 66، يبقى الضغط المفروض هنا 68 بي اس اي. اقوم داخل على الخريطه، او داخل انا اسف على الجدول، واشوف ال 68 بي اس اي.
نيجي نمسك كده الاول، احنا درجه الحراره 53، عايز اجيب بقى ضغط التشبع، درجه حراره التشبع عجبها من الضغط، اخش هنا على فريون 22 وادور على 68. فين 68؟ اهي درجه الحراره قد ايه؟ انا بتعامل دلوقتي 100 ولا فرنهايت؟ انا بتعامل فرنهايت. اخش على فرنهايت اداني كام؟ 40. 40 وهنا درجه الحراره 53، اطرح الاثنين من بعض اداني 13 درجه فرنهايت، يبقى هنا السوبر هيت حسبته 13 درجه فرنهايت. عن طريق ايه؟ عن طريق درجه الحراره والضغط. درجه الحراره ملفات نهايه ملفات الايفوبريتور او السحب، وضغط التشبع، وكنت بجيبه عن طريق درجه حراره الايه؟ ده درجه حراره التشبع بجيبه عن طريق ضغط التشبع. ناخد مثال تاني اهو بسيط، هنا اس درجه الحراره 30، انا اسف ال 30 دي بتاعت الضغط، اس درجه الحراره ادتني 40، وهنا عندي الضغط 54.9، لما اخش هنا عند 54.9 اداني بالفهرنهايت اداني درجه الحراره كام؟ 30. لما جت راح اتنين من بعض يدينا 10 درجه فهرنهايت، ده درجه حراره السوبر هيت. وده مثال تالت اهو، كمان عايز احسب السوبر هيت بجيب درجه الحراره الساهنه قد ايه؟ 28. طب اشوف هنا الضغط قد ايه؟ الضغط هنا اداني 17 بي اس اي، اخش اشوف ال 17 هتديني ده كام درجه؟ درجه حراره اداني 18، وبالتالي اقدر اجيب السوبر هيت اقول 28 ناقص ال 18 يديني 10 درجه فرنهايت، يبقى دي مقدار السوبر هيت. اخر حاجه هنا في السوبر هيت عندي اهو جهاز تكييف، عندي هنا خط السحب اللي هو اللي هو الاسمر ده، بقيس درجه الحراره اديتني هنا 55، اديتني هنا 55، اقيس ضغط السحب عندي ده خرطوم الاحمر وخرطوم الازرق، الخرطوم الازرق بتاع الضغط المنخفض، انا اقيس السحب اقيس اهو اداني الضغط كويس جدا، معايا درجه الحراره ومعايا الضغط. نجيب السوبر هيت سهل جدا، السوبر هيت درجه الحراره قستها لقيتها 55، بعد كده اجيب درجه الحراره المناسبه للضغط. انا عندي هنا مش لازم اروح اجيب الضغط وبعد كده اروح على الجدول واقيس، ما انا عندي ده في درجه الحراره، انا هنا اشوف هنا في فريون 404، هنا 410، هنا فريون 22، الدرجه دي شغاله بفريون كام؟ 410 ايه؟ يبقى اهو اشوف هنا درجه الحراره قد ايه؟ تقريبا 37، يبقى 55 درجه الحراره ناقص 37 يديني ايه؟ 18 درجه فرنهايت. مش هتعرف، شوف الضغط وهات درجه الحراره المنازله دي، بس خلي بالك انت لما تيجي تقيس الضغط ممكن يطلع بين حاجتين، ده يقرفك شويه، اما هنا موجود على طول من العداد تقدر تقيس درجه الحراره على طول. ده بالنسبه للسوبر هيت. اخر حاجه بقى السب كولينج. السب كولينج هو لو انا عندي نقطه الغليان واقدر ابرد، هو ده اسمه سب كولينج، انا ببرد بدرجه حراره اقل من درجه حراره الغليان. يعني مثلا لو عندي درجه حراره ميه عند الضغط الجوي وبردتها وصلت لها 95، يبقى انا عملت كده سب كولينج قد ايه؟ 5 درجات. ليه؟ لان الميه بتغلي عند ايه؟ 100، طرحت 100 ناقص 95 ادتني ايه؟ 5 درجات. يبقى انا كده حمصت خلاص، انا دلوقتي مع موضوع التبريد الدوري سب كولينج، عايز اضمن اللي هيخش اداه الانتشار او الاكسبانشن فالف هيخش له ليكويد 100%، يبقى لازم اعمل سب كولينج. نيجي ناخد مثال دائرة التبريد بتعمل بفريون 134 ايه، ماشي؟ انا بقيس فين؟ بقيس الكلام ده فين؟ في نهاية الكوندنسر. يعني انا مثلا عندي هنا كومبريسور
كوندنسر، بعد كده اخش على خزان. انا بقيس درجه الحراره هنا والضغط هنا، او الضغط هنا مفيش مشكله. درجه الحراره هنا قستها 35، وقست الضغط طلع 930 كيلو باسكال. احنا قلنا في التبريد الدوني بيبقى درجه حراره التشبع ناقص درجه الحراره السطح. زي ما احنا شايفين درجه حراره السطح 35، بس درجه حراره التشبع اجيبها ازاي؟ اجيبها من الضغط، انا قسته اداني 930. اخش هنا بقى على الجدول في اليوم 134 ايه؟ لازم اكون محدد نفسه انا شغال على ايه؟ في اليوم 134 كم كيلو باسكال؟ 930 كيلو باسكال. طبعا بيقع بين دي ودي، المفروض درجه الحراره هتبقى بين دي ودي. طب في الوضع ده انا اعمل ايه؟ انا مثلا عندي ملف اكسل بقوم مدخل فيه القيم ديت 915 و971 ال 40 وال 42، بدخل الاربع قيم دول وبكتب فيه هنا 930، بيطلع درجه الحراره على طول. يعني مثلا زي ده كده، هنا عندي الضغط 915 971، درجه الحراره المناظره ده 40، وهنا المناظره ده 42. هنا بلعب في الضغط، شوف كده بكتب مثلا 950 يغير لي درجه الحراره. طب انا عندي هنا قال الضغط 930 يطلع لي درجه الحراره 40 ونص، يبقى انا كده خلاص 40 ونص، يبقى هنا درجه الحراره 40 ونص او 40 و4 من 10، اطرح الاثنين من بعض بيديني 5 و4 من 10، يبقى انا هنا عملت تبريد دوني بمقدار 5 درجات و4 من 10. مثال تاني، في اليوم 134 الضغط هنا كان 135، اس درجه الحراره 95، اس الضغط 135، عند ال 135 اقيس طلع لي درجه الحراره 105، اطرح الاثنين من بعض يديني 10 درجات فرنهايت. مثال اخير عندي هنا نفس الكلام، بقيس درجه الحراره خط السائل اللي هو هنا اداني 95 درجه فرنهايتي، وبعد كده بشوف ضغط، طبعا مش ضغط منخفض، بشوف الضغط العالي، اشوف درجه الحراره هنا قد ايه، نحسبها مع بعض. عندي هنا تقريبا 100 درجه، وبالتالي يبقى انا كده 100 ناقص 95 اداني 5 درجات فرنهايت. يبقى ده كده اسمه السوبر هيت، وخدنا السب كولينج، وخدنا حسابات موجوده عليه. دي بعض مشاكل وحدات التبريد والتكييف، وكنت عملت انا فيديو على اليوتيوب للموضوع دوت وشرحته واحده واحده. بس انا اللي يهمني هنا السوبر هيت والسب كولينج اللي لسه دارسينه حالا دلوقتي، نقص الشحنه وزياده الشحنه. انا دلوقتي لو عندي شحنه مركب تبريد اقل من اللازم بالنسبه للسوبر هيت الاقيه مرتفع، اما بالنسبه للسب كولينج هلاقيه منخفض، ولو الشحنه زايده هلاقي السوبر هيت منخفض والسب كولينج مرتفع. وشرحنا الموضوع ده النهارده. تعريفات هامه، اخر حاجه التن التبريدي، ودي طبعا لما باجي اقيس وحدات كبيره او سعه وحدات كبيره بقيس بقى بالكيلو وات ولا بالحصان، الموضوع الحصان ده انتهى خالص، بقيس لا بالكيلو وات لا بالتن التبريدي. التن التبريدي لما باجي اعرفه هو كميه الحراره اللازمه لانصهار تن من السلك عند درجه حراره 32 درجه فرنهايت. التن التبريدي ما يقابله من البي تي يو لكل ساعه 12000 وحده حراريه بروتينيه. والطريقه ديت انا عايز اعرف الوحده الحراريه البروتينيه اللي هي بريتش ثيرمال يونت، تعرف انها كميه الحراره اللازمه لتسخين 1 رطل من الميه درجه واحده فرنهايت. يبقى انا يهمني في الموضوع التعريفات التن التبريدي، دي وحده متعارف عليها دوليا، وكل السيستم الكبير بيتعامل بالتن التبريدي لا اما بالبي تي يو. وعرفنا الفرق بين الاثنين، ان الواحد تن تبريدي بيساوي 12000 بي تي يو لكل ساعه. البي تي يو قلنا هنا ذكرنا واحد رطل، لما واحد يقول لي يعني ايه واحد رطل؟ اقول له الواحد لتر بيساوي 2.2 لتر، اما بالنسبه للرطل واحد بيعتبر 45% كيلو جرام. اخر حاجه الحراره النوعيه،
لما احب اعرفها كميه الحراره اللازمه اللي انا اقدر ارفع بيها رطل واحد من الماده درجه واحده فرنهايت. طبعا الحراره النوعيه بثبوت الضغط، كنا خدنا مثال النهارده وقلنا تيوب وميه سخنه، وقلنا عايز احسب كميه الحراره كان بتساوي الام دوت سي بي دلتا تي، السي بي دي للميه من الجدول اهو 4.18 من 100. قياس الضغط الجوي بقيسه بالبارومتر، يعني نستكشف كده النهارده ان شاء الله، وعشان بس يبقى اول يوم نتقابل ان شاء الله الاربع الجاي في نفس الميعاد، وان شاء الله اكون محضر لكم حاجات اقوى هتعجبكم ان شاء الله. اشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكركم جميعا، السلام عليكم. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور على المحاضرة القيمة دي. أتمنى أكون الناس انبسطت. تمام، هو بس لا أسأل، بس هو تقريبا في باشمهندس إبراهيم عايز يسأل حضرتك سؤال. اتفضل يا باشمهندس، أنا فتحت المايك. طب لحظة. السلام عليكم. وعليكم السلام باشمهندس إبراهيم. يعطيك العافية دكتور، مشكور على المعلومات. حبيبي. بس من بعد إذنك أنا كنت حابة أسأل، هلا الطن في مصر تعتبروه انه يعادل واحد ونص، صح؟ واحد ونص حصان، صحيح هاي المعلومة بص ولا انا كيف؟ الموضوع ده، طب خليك لحظه واحده بس، لحظه واحده خليك معايا، خليك معايا بس بظبط حاجه. طبعا لأنه عندنا من فلسطين، يعني أنا بنعتبره واحد وربع. يا اهلا وسهلا، يا اهلا أهلا وسهلا. فيك. بص يا كبير، طبعا زمان انا في فيديو انا عايز اعمله، وعايز اعمل حلقه بالنسبه لموضوع الحصان والبي تي يو. اي وحدات تبريد تكييف المفروض ان انا بتعامل لا بالتن التبريدي لا بالكيلو وات، ما بتعملش بالحصان. من فتره مش بعيده كان الامريكان مثلا في السعوديه، خلاص بداوا السعوديين زمان يتكلموا بالحصان، هم كانت لغتهم الحصان، دي كام حصان مش عارف، بداوا هم يمشوا معاهم بنفس اللغه. دلوقتي لا، الوضع اتغير في السعوديه والدول العربيه، الكلام كله لا بالتن التبريدي لا بالكيلو وات. انت معايا يا باشمهندس؟ نعم، التن التبريدي لا بالكيلو وات. نعم. تحويلة اللي انا اقدر اقول التن تبريدي او البي تي يو او بالبي تي يو، اللي انا اقدر اتعامل لا بالكيلو وات لا بالبي تي يو لا بالتن التبريدي، اما بتعملش الوحدات الحرارية بشكل عام. اللي هي الوحدات الحرارية. الله ينور عليك. وده كان زمان الناس بتتعامل بالحصان، المفروض احنا لغتنا تتغير بقى بالشكل ده. عندك لا بالتن تبريدي لا بالكيلو وات، وانت عارف ان الواحد تن تبريدي بيساوي 12000 بي تي يو، نعم والواحد تن تبريدي بيساوي 3.5 كيلو وات. نعم نعم ده صحيح، بالنسبه دي بالنسبه للاحمال. نعم صحيح. هي بس أنا كنت يعني بعرفش إذا كانت هي معلومة صحيحة أو لا، لأنه طب معظم قول. الملخصات المصرية ايوه بتحكي إنه الطن يعادل واحد ونص حصان، فأنا كنت حابة أشوف المصدر وين، لأنه بصراحة أنا قرأتها من مصادر محلية عندنا إنه لا يعادل واحد وربع. كمان معظم الأجهزة اللي بتجينا من الداخل الاحتلال الإسرائيلي بيعتبروها هم كمان، الإسرائيليين بيعتبروها إنها واحد وربع حصان. هو والله دي فيها كلام، انت فاهمني؟ اما حته واحد نعم ونص انا شاكك فيها، نعم صحيح، انت فاهمني؟ لان دي داخله جايبينها اساسا، لو جينا من التحويلات جايبينها من التحويلات الكهربائيه، اما احنا نعم. بنتكلم في تحويلات المفروض حراريه هي مش كهربائيه. دكتور بالفعل يعني أنا شكيت فيها من هاي الناحية. أنتوا عندكم التردد 60 هرتز ولا 50 هرتز؟ 50، احنا بنتعامل ب 50. أه، وإحنا 50 هرتز، فيعني باحتمال إنها تكون تحويلات كهربائية أكثر يعني. هي تحولات كهربائية. نعم، شكرا شكرا دكتور، لا يعطيك انا ألف اشكرك، عافية. انا اللي اشكرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك كنت عايز أسأل على موضوع الحرارة الكاملة، هي كمية الكامنة، كمية الحرارة بتتحسب إزاي؟ لكل مركب تبريد ليه كمية الحرارة الكامنة، اللي هي تختلف من مركب تبريد لمركب تبريد، وكمان بتختلف من ايه؟ من الضغط الواقع على المادة. انت فاهمني؟ يعني الضغط الواقع على مركب التبريد بيحدد لك كميه الحراره الكامنه بتاعته قد ايه.
انت فاهمني؟ بس هي مش حاجه محدده اقدر اقولها لك دي كام، انت فاهمني؟ مش زي مثلا الميه، لما اقول لك ميه مثلا 1 كيلو جرام ميه، لو والله لا عند الضغط الجوي ده الكميه الكامله بتاعته 2257، انت فاهمني؟ اما هو لا انت الرقم ده بقى احنا بيتحسب بنقول ازاي؟ 2257 ده احنا عند الضغط الجوي، طب انت لو زودت الضغط انت فاهمني الموضوع يختلف، ايوه اولا مش هتغلى عند 100، ثانيا الحراره الكامله هتتغير. ايوه يعني مفيش قانون ليه ثابت يعني؟ تمام، شكرا. أشكرك. سامح حضرتك يا فندم، اتفضل. اتفضل. أنا مش سؤال هو، بس يعني شكر على التنسيق الرائع، يعني صراحة الكل استفاد من المحاضرة الأولى، وإن شاء الله نتمنى من يعني إنه يكون الكل استفاد. وبس بدي أسأل يعني بالنسبة للمحاضرات، هو على مدى كم محاضرة يعني بالأسبوع تقريبا؟ والله احنا محاضرين الفترة الجاية، احنا 4 محاضرات وبعد كده هنشوف بقى الوضع هيبقى عامل ازاي، يعني احنا بنتكلم في 3 محاضرات كمان. بس يعني هتبقى ثلاث محاضرات لا بس مش هنقدر نخلص ده كله. انت أكيد هو مقرر شفت كامل. المادة، انت شفت المادة العلمية، وبنحاول يعني الفترة الجاية ان شاء الله ادخل لكم ديزاين تصميم. يا فالوضع ريت. لسه هيبقى قدامي مفتوح شوية. فاحنا نخلص بس ال3 محاضرات اللي جايين، بعد كده نفكر في اللي بقى ان شاء الله. إن شاء يعني الله لسه يعطيكم ألف عافية. مش قدامي اصلا وقت محدد. فهمت عليك، إن شاء الله خير يا رب. ماشي ان شاء الله كده تمام، يعطيكم ألف ان شاء الله عافية. ربنا يخليك. شكرا، اشكركم جدا يا جماعه. يا باشمهندس محمد عبد الرازق، اتفضل.